الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال النائب محمد الخفاجي إن هناك مؤاخذات مثبتة على الحكومة بسبب عدم إرسال جداول الموازنة إلى الآن، ما يعني الجهل لأي سقوف زمنية للاطلاع والمناقشة والمصادقة عليها من قبل البرلمان. الخفاجي أشار إلى أنه في حال إرسال الموازنة هذا الأسبوع فسيعمد البرلمان إلى تمديد فصله أو الاتفاق مع الحكومة، وبعكسه لن يمدد البرلمان فصله التشريعي، مبينا أن الموازنة الحالية ثلاثية وكان من المبرر في تشريعها عدم التأخير والتجاوز على التوقيعات. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في تعاملات اليوم أكثر من 277 مليون دولار في مزاد بيع العملة، وذكرت مصادر صحفية أن المركزي باع خلال مزاده أكثر من 277 مليون دولار بسعر صرف بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير للبيع النقدي. وأضاف المصدر أن معظم المبيعات ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات. أعلن مصدر بوزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان العراق إكمال قوائم رواتب الموظفين بما فيهم البشمركة، وقال المصدر إنه تم إكمال القوائم لجميع الموظفين والبشمركة وبانتظار إطلاق المبالغ من قبل الحكومة في بغداد، وأشار إلى أن بغداد سترسل رواتب الموظفين نهاية الأسبوع الحالي بمبلغ يقدر ب 950 مليار دينار بعد إطلاق رواتب الموظفين في المحافظات الأخرى، وسيتم المباشرة بتوزيع رواتب الموظفين في كردستان العراق بداية الأسبوع المقبل. كشف تقرير روسي أن التعاون على مستوى الطاقة والعمليات اللوجستية يحتل صدارة الأجندة المشتركة بين روسيا والعراق، وأن استثمارات روسيا في العراق تزيد على 19 مليار دولار. وجاء في تقرير لمركز بريموكوف للتعاون السياسي الخارجي في موسكو أن العراق يشكل أهمية لروسيا سواء من وجهة نظر العلاقات الخارجية التجارية والاقتصادية أو في سياق سياساتها الإقليمية في غرب آسيا، لافتا إلى أن موسكو لها علاقات مستقرة مع الطيف الكامل من القوى السياسية في العراق. قال المتحدث باسم لجنة الشؤون الدولية وتنمية التجارة في دار الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية سيد لطيفي إن العراق هو الوجهة الأولى لصادرات بلاده من المنتجات الغذائية والزراعية، حيث استورد ما تصل قيمته إلى ملياري دولار من هذه المنتجات. وقال إن العراق استورد من المنتجات الغذائية والزراعية 31 مليار و 986 مليون دولار، وأعلن لطيفي عن صادرات بقيمة 6 مليارات و 300 مليون دولار من المنتجات الحيوانية والسمكية والزراعية والغذائية للبلاد في العام الماضي، ما يمثل نموا بنسبة 22.5%. إلى أسعار العملات مقابل الدينار العراقي وأسعار العملات الأجنبية.
الموجز إلى اللقاء.